هاتشو الفيلا مليح يا ابني. أمرك سيدي. تسريب حلقتين من مسلسل كسر عظم يضع رشا الشربتجي في ورطة، ولولا يموت تفاجأ الجميع بما فعلته بعد خطوبتها. أثار موضوع تسريب الحلقتين الأخيرتين من مسلسل كسر عظم عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي قبل عرضهما المباشر على المحطات التلفزيونية والمنصات الرسمية المعنية بنشر العمل ضجة عارمة بين رواد مواقع التواصل وكذلك القيمين على العمل. دليلة كل شيء اتفقنا عليه بالحرف. دليلة تستناكي بالمكان اللي قلت لك عنه. وتعليقا على الموضوع أشارت مخرجة العمل رشا الشربتجي لأنها لا تعلم ما سبب تسريب الحلقات، حيث قالت في حديث لموقع الفن: في الحقيقة لا أعلم سبب التسريب الأساسي، لكن الشركة المنتجة التي يتوجب عليها متابعة الموضوع واتخاذ إجراء بحق المسربين. أنا معي أمر، إذا كبست على الوحدة ولقيت فيها حشيش صف السيارة برا. وأضافت المخرجة السورية: سابقاً كانت الحلقة ترفع قبل العرض مباشرة، لذلك لم يحصل تسريبات، لكن حلقات العيد تم رفعها منذ أمس جميعها، لذلك تم تسريبها عن طريق الإنترنت. كانت نازلة لحتى تدرس وتأمن مستقبلها، وقت ما بعت واحد من كلابك اصطاد وجاب لعندك. على صعيد آخر، نشرت اللبنانية رولا يموت عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي صورة ليد تمسك يدها التي ارتدت فيها خاتما من الألماس، حيث أعلنت خطوبتها على شاب عراقي. ولفتت رولا يموت في المنشور لأنها خطبت شريك حياتها وهو من الجنسية العراقية، لكن لم يمر ساعات قليلة على نشرها الخبر السعيد حتى قامت بحذفه من دون أي مبرر. وكان متابعو رولا يموت قد أهنأوها على خطوبتها، يتساءلوا بعدها عن سبب حذف المنشور، ما إن حدث أي خلاف بين الثنائي بعد أن أعلنت الخبر، وأنها لم تكن تريد إعلان الأمر فتراجعت عنه. تعالي هنا بقولك إيه، قلبي إزاي كده ريحتي. من جهة أخرى، نشرت مصممة الأزياء المغربية بسمة بوسيل زوجة الفنان المصري تامر حسني مجموعة صور لابنتيهما تاليا وأمايا بمناسبة عيد ميلادهما، وأرفقت بسمة الصور بالتعليق التالي: عيد ميلاد سعيد يا ملاكي، أنا ممتنة لوجودكما في حياتي، الله يحفظكما دوما ويحيطكما وينير دربكما في هذه الحياة. عشنا وشفناه اليوم اللي اشتقنا له وحضني قصادك. وتفاعل عدد كبير من المعلقين مع المنشور، خصوصا أنها المرة الأولى التي تنشر فيها بسمة بوسيل صورا واضحة لوجه ابنتيها، وجعل الجمهور يتعرف إليهما أكثر ويكتشف جمالهما الذي ورثتاه من والدهما الوسيم ووالدتهما صاحبة الجمال الناعم، بحسب ما قال عدد من المتابعين.